ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد داود السعدي الخبير الأمني والعسكري. مرحبا بك معنا سيد السعدي. عندما نتحدث عن أن تقديرات تشير إلى أن معركة العفر قد تستمر لأسابيع، على أي أساس يتم حساب الوقت الزمني لمعركة مهمة وقوية مثل معركة تل عفر للقضاء على داعش؟ وهل تجربة تحرير الموصل لها أثر في عامل الزمن ويعني تقدير قوة أو ضعف تنظيم داعش في تل عفر اليوم؟ بالتأكيد هناك عدة عوامل، لكن الموضوع الأهم اليوم بأن تل عفر سيتم تحريرها قبل بقية المناطق والمتمثلة بمناطق جنوب كركوك والحويجة والمناطق الأخرى التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش. هناك عدة عوامل يتم على أساس احتساب الوقت. العامل الأول هو التضاريس والوضع على الأرض وعدد القوات التي ستشارك في هذه العملية. النقطة الثانية هي عدد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي المتواجدين في مدينة تل عفر. الكل يعلم بأن هناك عدد من المقاتلين قد هربوا قبل عمليات أيمن الموصل باتجاه مدينة تل عفر، وبالتالي عدد المقاتلين يبدو أنه أكثر من ما كان متوقعا في هذه المدينة. النقطة الثالثة وهي عدد المدنيين الموجودين في تل عفر، وطبيعة هؤلاء المدنيين الموجودين اليوم تنظيم داعش يحتجز عدد كبير من المدنيين بالآلاف في هذه المدينة برغم أن مساحتها ليست بالصغيرة. مدينة تل عفر لها خصوصية كبيرة ليست في التضاريس فقط بل في طبيعة السكان هذه المدينة، خاصة وأنها تمثل شريحة معينة من السكان المدنيين، وبالتالي عملية احتساب الوقت التي تحدثت عنها قوات مكافحة الإرهاب والقوات العراقية بشكل عام كقوات أمنية اعتمدت على هذه النقاط، وبالتالي قد نحتاج ربما إلى فترة زمنية تقل بشيء معين عما تم في تحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل إن كانت التقديرات يعني دقيقة جدا، وأنا أعتقد بأن التقديرات هذه المرة جدا دقيقة بالاعتماد على مستشارين من الجانب الأمريكي وقرب الجانب الأمريكي من خلال القاعدة التي تم إنشائها قريبة من تل عفر. صحيح، حتى جهاز مكافحة الإرهاب سيد السعدي صرح بأنه يمتلك جميع التفاصيل عن وضع داعش في تل عفر. عندما تتحدث عن عدد المقاتلين وموضوع المدة الزمنية في المعركة القادمة في تل عفر، عن كم مقاتل من تنظيم داعش تقريبيا نتحدث اليوم؟ يعني هناك ما بين 800 إلى 1000 أو ربما يزيد بقليل، لكن المشكلة في هذا الموضوع أن مقاتلي تنظيم داعش يحتجزون مدنيين، إضافة إلى أن الأسلوب الذي يقاتل به هؤلاء المقاتلين والإرهابيين هو أسلوب يختلف عن القتال في أيمن الموصل، لأنه تل عفر اليوم مطوقة بشكل كامل فلا يستطيع أحد منهم الخروج من هذه المدينة، وبالتالي بالتأكيد إن لم يقم بتسليم نفسه كما فعل البعض منهم في أيمن الموصل عند انتهاء المعركة فإنه بالتأكيد سيقتل، وأنا أعتقد بأن أغلب هؤلاء المقاتلين هم من الانتحاريين وبالتالي المعركة لن تكون سهلة، وأعتقد بأن الأسلوب الذي سيعتمد هذه المرة في مدينة تل عفر لوضعها والأبنية والبنى التحتية الموجودة فيها سيتم اعتماد أسلوبين، الأسلوب الأول هو عمليات الإنزال على مراكز القيادة لتنظيم داعش في هذه المدينة، والأسلوب الآخر هو أسلوب الأرض المحروقة الذي سيعتمد باستهداف المناطق المفتوحة والتي سيحاول بالتأكيد تنظيم داعش استخدام السيارات المفخخة أو الانتحاريين للوصول إلى مناطق الصد للقوات الأمنية العراقية. والمدنيين كدروع بشرية قدر المستطاع كما شاهدنا في الموصل ومناطق لكن أخرى. نعم، هناك نقطة والتعريش عليها أن تنظيم داعش سيحاول عرقلة سير القوات الأمنية، لكن القوات التي ستشارك من خلال المعلومات التي صرحت بها قوات مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية بشكل عام، أعتقد بأن القوات التي ستشارك في هذه العملية هي القوات المسلحة التي دربت بشكل يعني كبير جدا على هذه المستشارين من الجانب الأمريكي ودول أخرى، وبالتالي أعتقد بأن العملية ربما التوقعات تكون أعلى بقليل بما يتعلق بالوقت الذي ستستغرقه عملية تحرير تل عفر. شكرا جزيلا داود السعدي الخبير الأمني والعسكري متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من بغداد.